بالنسبه للمارك بيرسونيل، بغيت نديكم هذا الفيديو هادي بالنسبه للناس اللي باغيين يبريباريو شي شويه على لا مارك بيرسونيل، نعطيكم ايدي عليها جلوبال. وغادي نصيفط لكم ان ليفر وغادي نصيفط لكم اون بريزونطاسيون كتكلم على لا مارك بيرسونيل. اول حاجه لا مارك بيرسونيل كل واحد كيفاش كيشوفها من وجهه النظر ديالو على حسب الاستعمال ديال هاد لا مارك بيرسونيل. دونك حنا بالنسبه لا فورماسيون ديالنا ديال كوتشينغ سكولير غادي نحاولوا نتكونسونطراو على لا مارك بيرسونيل في لو دومين دو بيزنس. داكور، كيفاش ان هاد لا مارك بيرسونيل اللي تبيع بها؟ كاين لا مارك بيرسونيل بالنسبه لواحد الفنان، كاين اون مارك بيرسونيل مثلا ديال مثلا ان بروفيل مثلا بوليتيك. دونك هنايا لا كونستركسيون ولا الشراء ديالنا اون مارك بيرسونيل في لو دومين ديال كيفاش انك كدير واحد الميتي بحال مثلا الكوتشينغ سكولير، وغادي تخدم على واحد لا مارك اللي يوليو الناس يعقلوا عليك بواحد لي زونبرانت ولا واحد البصمه ديالك خاصه في الطريقه ديال الشغل ديالك، سواء لي كولور اللي كتخدم عليهم، سواء بالصوت ديالك، سواء بلا بيرسوناليتي ديالك. داكشي علاش حنا في لا فورماسيون ديال كوتشينغ سكولير حاولنا تاينا اننا نخدموا على لا مارك بيرسونيل، على اساس انك ككوتش مدرسي مهم جدا انك تفهم هذا الكونسيبت هذا وتخدم عليه. نعطيكم واحد المثال بسيط، التاثير ديال لا مارك بيرسونيل. علاش انا درت لكم لا مارك بيرسونيل ودرت لكم عادات ديال الموظف وعدت لكم المقاول؟ حيت هو امتداد، داكور، امتداد شخصيتك كيكون فيها واحد الامتداد. ملي كتكون خدام كيكون عندها واحد التاثير في لونتوراج ديالك، الا كنتي موظف او الا كنتي مقاول. الشخصيه ديالك كتنعكس وكتولي ان بروجي اللي كيولي واحد الوعي جديد اللي كتخلقو وكيحل المشاكل، كيشتغل على واحد لي كاليتي، على واحد لي فالور. وبالتالي الاشتغال ديال لا مارك بيرسونيل كيبدا دائما من الداخل وكيخرج على برا. دونك كاين اشتغال على ليدونتيتي، على القيم، على العادات. سورتو انا غادي نركز لكم على العادات، حيت العادات لوتي بلو بويسونت باش انها تخلق واحد لو شونجمون. و حيت العادات فريمون في التدريب كنلقاو الحاجه اللي كتعطي فريمون وكتخليك فريمون فواحد ليطا دو شونجمون هما لي زابيتود. داكور، نقدو مثلا نديرو دي زيكزارسيس تمارين نحسو بواحد لو شونجمون، اللي لي زابيتود كديرهم دائما كيكون عندك واحد العاده اللي هي جديده اللي كتخليك انك تشونجي لا في ديالك وتشونجي بزاف ديال لي شوز. المهم نعطيكم هي مثال بالنسبه للتاثير ديال لا مارك بيرسونيل. شوف شخصيتك كيفاش كتنعكس في المجتمع. بحال مثلا كنتكلمو على مثال ديال ابل جات من واحد الشخصيه اللي ستيف جوبز. شوفوا الطريقه اللي كان كيفكر فيها، الطريقه كيفاش كان كيشوف فيها لا تكنولوجي، شفتوا التاثير ديال الطريقه ديال التفكير ديالو على لو بيزنس في لو موند. يعني ولات بارمي لي سوسيتي لي اغنى سوسيتي ولا اغلى مارك في العالم هي الابل. وكتنعكس من باش بدات هاد لا مارك هادي بواحد ليدونتيتي ديال واحد لا بيرسون، واحد البيرسوناج فيهم دي كاليتي. مثلا مونتيسوري في لو موند ديال ليدوكاسيون، خان اكاديمي الهندي، بزاف ديال لي بيرسوناليتي مثلا في لو موند ايدوكاتيف. كيفاش لا بيرسوناليتي ديالهم ولا لي فالور ولا هذوك السمات الشخصيه اللي كتميز بها كيفاش كتنعكس على عليك انت اول واحد، على لونطوراج ديالك بصفه عامه، على المجتمع، وتا على في لو موند بيزنس. داكشي علاش حاولنا حنا نديرو هاد لا فورماسيون، لا حاولنا ندرجو لا مارك بيرسونيل. بيان سور كنتكلمو على الموظف بيان سور، حيت هو مارك، حتى هو يقدر يكون واحد يعني واحد الطفرة اللي غتكون مثلا في دي سوسيتي. كنلقى بزاف ديال سوسيتي ولا بزاف ديال الناس اللي كيكونوا موظفين، وكيكونوا موظفين استثنائيين، داكور، انطلاقا من لي كاليتي والعادات ديالهم ولي فالور اللي خدامين عليها. وايضا كنتكلموا على لونتربرونور، وكنتكلموا ايضا على الانتقال. كاينين بزاف ديال الموظفين اللي انتقلوا دي زونتربرونور ونجحوا، كاينين دي زونتربرونور انتقلوا موظفين ونجحوا. دونك حنا ما كاينش هنا لا ديفيرونس بشكل كبير. حنا بغينا نركزو فريمون على هذوك لي كاليتي.
فوالا دونك حنا شنو غادي نشوفو؟ غادي نشوفو هاد لا مارك بيرسونيل شنو هي، نشوفو التعريف ديالها، نشوفو مثلا نشوفو المنتف الاستثنائي كيفاش يخدم على العدسة ديالو باش يكون واحد الطفى في المجال فين كيشتغل. وايضا كنتكلمو على صناعة الماركة بالنسبة للمقاول، حيت هو امتداد كما قلت لكم، تقدر تكون انت امتداد ديال واحد الشركة الكبيرة اللي كتخلق واحد لافالور اجوتي اللي هي كبيرة كبيرة جدا. فوالا دونك انا حاولت ندير لكم فيديو في هذا كشرح باش ربما نوصل لكم فكرة بشكل افضل. تبارك الله عليكم وشكرا لكم.